سلطت صحيفة القدس العربية الضوء على الهدوء النسبي الذي سدى مدينة عدن عقب احتجاجات شعبية غاضبة شهدتها شوارع عدد من مديرياتها جراء تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء وصولا إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم ببعض مناطقها. ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي قوله إن التيار الكهربائي عاد بواقع ساعتي تشغيل وست ساعات انقطاع بعد ضخ ديزل لمحطات بيك يكفي اليومين فقط، مما يعني أن الوضع مرشح للتصعيد في حال لم يصل الوقود الكافي لمحطات التوليد، وذلك من خلال سفينة الديزل الرأسية في ميناء الزيت بعدن منذ بضعة أيام. وفقا للقدس العربي فقد اقترح خبراء اقتصاديون تقسيم المؤسسات العامة للكهرباء إلى ثلاث مؤسسات هي مؤسسة توليد ومؤسسة توزيع ومؤسسة تحصيل باعتباره حلا لتوفير إيرادات كافية لتغطية احتياجاتها من الوقود والقضاء على الفساد الناجم عن دعم شراء الوقود والطاقة المشترى، فيما اتهم خبراء آخرون لوب الفساد في الحكومة بالوقوف وراء هذه المشكلة.